كابتن اسامه، الطموح مشروع لاي انسان، والطموح مشروع للفرقه كلها، ولكن طموح لعيبه النادي الاهلي مختلف بعض الشيء المره دي، لان النادي الاهلي واخد كل البطولات اللي كانت في مصر الموسم اللي فات، وكمان بطل افريقيا. النادي الاهلي انت كلاعب سابق كعضو في الجهاز الفني، وانت داخل على بطوله زي كده، ايه الطموح المشروع اللي انت بتحلم بيه؟ طموح بيكبر يوم عن يوم يا ايمن. يعني ممكن انت في اول بطوله دخلت فيها في كاس العالم للانديه، ممكن يكون كان ليك هدف مثلا ان انت تطلع للبرونزيه مثلا، او تعمل تمثيل مشرف او كده. بس النادي الاهلي دي سادس مره مشاركه، والنادي الاهلي بطل افريقيا وبطل العرب. فالطموح الطبيعي اللي اللعيبه رايحه بيه دلوقتي انه ليه ما يلعبش على البطوله نفسها واللقب. احنا شفنا انديه عربيه قبل كده زي الوداد خد البرونزيه، وصل مازيمبي نادي افريقي وصل قبل النهائي، العين الاماراتي وصل للنهائي. فالنادي الاهلي اكبر من الانديه دي كلها شعبيه وجماهيريه وتاريخا. فان شاء الله المره دي باذن الله نعدي النهارده، ده المهم، نعدي النهارده اهم شيء يا رب. لكن بعد كده طموحنا لازم يكون على ان شاء الله تحقيق اللقب، او على الاقل نكون في النهائي، وده طموح مشروع لاي فرقه. وزي ما قلت لك بشعبيه وجماهيريه النادي الاهلي وللمره السادسه اللي بيشارك فيها، فبقى اصبح النادي الاهلي يعني علامه من العلامات اللي موجوده على طول في كاس العالم للانديه. فانا شايف ان شاء الله نعدي بس النهارده، وكل شويه الطموح حتى درجه درجه هيزيد مع اللعيبه، ونوصل لابعد مدى ان شاء الله في البطوله يعني.